مساي كفام الإذاعة الأولى في تونس. صليحة بيس ربي يجعلنا من اللي يصبوا لهم. هذا فقط قول اللي تحب. امين. هاي نهاركم زين. بعد ما التوانسه ركزوا مع عون جابر البارح, الناس الكل ركزت مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. البارح ماكرون خرج للشارع يعمل في جوله قرب من المواطنين, واحد منهم قرب من ماكرون واعتدى عليه, ضربه بكف, وفيديو هذا دار العالم الكل. في لقطه الحق ياسر خايبه وما تجيش, وكاين الفيديو الكلنا معناه ندعيو يا رب اللي ضربه مش تونسي. يا الحمد لله مش تونسي. الحمد لله معناها هو مادام تشد مش تونسي, خد مسافر في العاده يخلي باسبور ويهرب ما في العاده هذا. فما زاد فيها متوانسه قدري كيفاش فرنسا ولات مهدده في الديمقراطيه نتاعها والعنف وصل للرئيس, معناها واحنا جاونا به هي منظمين. بالله لحظه ما نجم ندخل شويه فقط. هي تتكلم من مين مسيرش؟ معناتها انا جو بريفير بما انه موضوع نتاع سلايم بريسك مرتبط شويه بهذا, معناتها نفضل ولو انه العنف ما عندوش مبرر, معناتها انك تعبر بطريقه محترمه مش هكاك بالضبط. رايك امام مسؤول كبير كانك يجي قدامك يحيى سي فلان وتبوس له في ايديه, معناتها بصراحه بالضبط هذا معناها البارح ماكرون اللي صار فيه معناها مش شويه ديمقراطية صحيح انك بالطبيعه تعطي رايك مهما كان. وماكرون البارح جاته برشا اتصالات مسانده, مثلا عبير موسي قالت له ريت لو نلبس بالكاسك في المجلس, راه عاود يلبس كاسك تبدا تدور ما تخليش روحك كيكا راسك عريان. عياض اللومي بالطبيعه هابط ساتو البارح وقال كل مسانده للرئيس الفرنسي انطوان غريزمان. انطوان غريزمان ما عنده مشكل في الاسامي هو بنزيما تضرب البارح كل مسانده بالعربه اقل من عارفه مسكين تضرب. اما ايا كان اللي صار لماكرون تحس انه فما مشكل في التعبير. راهو انسان اذا يوصل يضرب راهو انسان عنده خلل ما يعرفش يعبر على رايه. قلنا احنا خلي نعطيه للناس تعبر في تونس باش نتجنبوا الحاجات هذيا, ما نحبوش على تصير. ترى سؤال بسيط, لو كان جاي قدامك رئيس جمهورية قيس سعيد شنو هو تقول؟ بالطبيعة باش يقولوا صباح الخير السيد الرئيس لكل احترام المقام نتاعو فهمني باهي صباح الخير فهمتيني باهي اوكي قولوا له صباح الخير هذا اكيد معناها مثلا كي مش ترى في المنيه لا تقول والناس تقعد في القهوة مش مشكل هذا كل تفاصيل. ترى تخيلوا قدامك هكا حطه قدامك وقول ترى احكي معاه. أهلا يا سي قيس, بخير سيد الرئيس. يا ولدي كي سبتك عشنا وشفناك الدور في وسط العباد, بربي يا سيد الرئيس بربي شفت الحالة نتاع الشعب. ما كنت انت من الشعب, ما كنت قبل ولا كي وليت رئيس نسيت اللي كان عليه الشعب. هاك تشوف يغزر يغزر العباد, الكل وجوه أصفر, الكل قوبها الدق, الكل يترقل, الكل فهمت لنا دموع في عينيها وبكل مناش من الوضعية. سيد الرئيس عشتهاش الوضعية هذه. هو الحقيقة لا منصورش كان عاش خطر في المريخ ماك تعرف يمكن الوضع أقل بوبولاسيون ما فماش غادي مشاكل. بس لحظة واحدة عجبتني كلها قلوبها دق تحب من القلوب سكت هذا الإنسان نورمال قلبه سكت هذا آخر تيخنا في مورك. هاي مش مشكل مسالش نمشي معناها نشوفه مثلا هكا ديما فمك الآراء اللي يقول لك بتاع وسع بالك أمان خلينا البلاد لباسه كي ترى شنو تقول له كاين شيء قدامك هكا وتغزل له وعينك في عينه شو نقول له؟ معناها نقول له راكم انتم مسؤولين قدام ربي وحاولوا باش تهديوا النفوس وحاولوا باش تلقاو حل للبلاد سختو الصحه معناها العباد مشيت وانت معناها نجم نكون نكبروا بيك ووسع بالك وشوف حل ويزي من الحصان حتى في العجله ووسع بالك وشوف حل معناها وتنازل شويه نتنازلوا لسك على مصلحه البلاد كاش نجم نقول له كاع ساعهم عمره ما حط العصا في العجله. أيوة. لا هو حط العجله في العصر هو خلع العجله معناها جيب كريك وزع البلاد ونحى العجله وخليها تمشي هكاك. اما ذي راه وسع بالك وواحد وتنازل راهي عركه في حومه راهي في مرشي. ترى شوف ان اعطيونا حاجه كي مثلا يا خويا تحبوش حاجه هكا باهيه احكيو مع الرئيس بلوغته. لو كان قدامك قيس سعيد رئيس الجمهوريه شنو تقول؟ يا قيس يا استاذ قيس امان من على البلاد امان خويا رانا ماشيين في هاويه امان هكا معناها ها؟ علاش تحكي بصوت؟ مو باش نترولي. اش معناها ترولي؟ خاطر يمكن المستمعين ما يفهموش. معناتها نفدلك. تفدلك عليه معناها. اي فوالا. شنو تحب تقول له مثلا بصوتك انت؟ صوتي انا نقول له بيا ربي القى لنا حل انت خاطر ايست من الجماعه الاخرين الكل، كل واحد وكل واحد كيما نقولوا شيطان وفي مكتوبه، كان انت ما فهمتش عندك لا شيطان لا ملايكه قاعد ما فهمتكش فاش قاعد تعمل دونك خويا هانا عاقلين فيك النواره والقى لنا حل من عندنا انت البلاد. هو لي الحق نتاع ربي راه قيس سعيد له شي طالب من باتمان هي بالطبيعه احنا ما عندناش باتمان ولا سوبرمان عندنا رئيس جمهوريه هو لا هو الشيطان لا هو ملايكه هو فضاء قال هي لكم راهو فهمني اسمح لي السيد اغزص
فهمني فهمني هو الرئيس يسمع فهمني. صدقني يا اخي بالكف صدقني يا اخي بياسر بالكف هذا اسمع سلاح مازال فهم متدخل الاخرين يا اي فهمني باه باه نمشي باه مثلا علاش ديما نعملوا في لي دوموند هذه تحسها نتاع سوبر هيرو الواحد ليه ليه قول له مثلا شنو هو طالب الرئيس من الاخر ترى باش يعمل في البلاد اعطينا من الاخر انا نقول له يا سيد الرئيس انت كانت نجم تقدها للبلاد تنجم انت نجم تنجمش كما يقولوها سلمها الماليه اعطيها للجيش ما نجمش السيد هذا ناس اقوى مني ناس يلعبوا بي ما نجمش السيد هذا ما نجمش قاعد يتكلم كما يقولوها يتكلم وما يعمل في حتى شيء الفوريا لا عمل له استقالات لا وقف ناس ولا عمل ناس قاعده حب يقول زايده على قدام اي اي فوالا لا سيسيون تاع البلاد وين الرئيس ما وقفش راه ما تمشي واضحه مش بوليس مش بوليس مش سلطه قضائية. أي واضح واضح أما ذي باول الفكرة متاع سيبها لما عليها والجيش وكذا ولا من العكروت أو رجع والمتقاعدين متاع الجيش أو بدأوا يحكيه والكل راه وشوف أول حاجة سأل تكلمت الكل راه رئيس موش على الشيبي باش نشكيه بالطريقة ذي ثاني حاجة ثاني حاجة والأهم لهنا راه مش معناها كانوا الجيش ماليها احنا معناها مانيش ماليها الناس كلهم ماليها لهنا هذاك علاش في الاخر نقولوا نحن تونس خلينا نعايروا فرنسا شوية اليوم راه احنا محلينا الديمقراطية هاك سمعت كل حكاو حتى حد ما سب سيد رئيس الجمهورية وخلينا نغزلوهم شوية بالديمقراطية نتاعنا حتى مساج درج من زمان مساج فهمني يعطيك الصحة سلاح بارك الله فيك سلاح تقعد عاقل أيوة. اي تقعد عاقل خاطر باش نعاود نرجعوا لك ان شاء الله 8 ودرجين أمني.